أستاذ بسام، مساء الخيرات على عيون محبي الحضارة قناة الشمس. آه والله مساء الخير يا أستاذ بسام مساء الشماع، النور نورتنا. قناة أنا مستنية مفاجأة النهاردة، وعايزة أيوة. تديلي النهاردة برضو مفاجأة، أفضل مستنية للحلقة الجاية. بصي هقول لكم على حاجة لطيفة أوي سريعة ماشي، ومفاجأة كبيرة إن شاء الله، المسؤولين وكمان العلماء يبدأوا يحطوها على مائدة الحوار والجدلية الحضارية التاريخية لصالح التاريخ المصري. تمام. 1898 لو هنبدأ ننزل الصور، تم اكتشاف مقبرة في سقارة. لو تسمحوا، لو قدامه يعني ورقة وقلم نكتب با دي امن، با بي اي دي دي اي امن اي ام ان، با دي امن. اسم هذا الرجل مكتوب على قماشة جنبيه في نموذج خشبي. النموذج الخشبي ده للوهلة الأولى منقار حر، حر اللي هو الهيروغليفي بتاع حورس. حورس مش تسمية هيروغليفية، ما فيش حاجة اسمها حورس في الهيروغليف، اسمه حر. فالبوز بتاع حر، الصقر الجميل الرائع للمصر القديم، كان حاطه رمز للقوة والشجاعة والملكية والذهبية وكل حاجة، اللي هي حورس. اللي هي حورس، ما بقولك مش حورس اسمه اللي هو حر. حورس ده جت بعدين. انا اسف، يعني ايه، انا كنت في الاعدادي برسم على الكشكول بتاعي دايما راس تمثال حورس اللي هو زي ما انت قلت رمز القوة والشجاعة. صح. وكل ملك يا استاذ رمضان، كل ملك جه حكم مصر كان اسمه حورس الذهبي، كان اسمه حورس الذهبي. هذا النموذج اقل من 40 جرام وزن اللي انتم شايفينه في الصوره دي. المهم اتاخد هذا النموذج الخشبي اللي معمول من خشب الجميز ومنحوت نحته جميله جدا باجنحه مفروده، واخدوه حطوه في المتحف المصري. لحد لما جه راجل عبقري مصري اسمه خليل مسيحه. الراجل ده بص على النموذج ده وقال ده مش نموذج صقر يا جماعه، لان احنا لو بصينا كويس هنلاقي مفيش رجلين. لو حضراتكم منزلين الصوره هتلاحظوا مفيش رجلين. فين الرجلين بتاعه الصقر؟ فين المخالب اللي الصقر مشهور بيها؟ مش موجود. والمصري القديم معروف عنه الدقه. طيب الريش بقى اللي مرسوم على الاجنحه، مفيش ريش. الثالثه والاهم، ركزوا يا شباب الوطن، في ديل هذا النموذج الطائر، ديله. هتلاقوا ديله عمودي وليس ديل طائر. صح؟ ديل الطائر المفروض ما يبقاش كده زي ما انتم شايفين الصوره. ده تشبه الرادار، بيسموها كده بالانجليزي، الرادار بتاع الطياره، اللي هو ديل الطياره بيسموه رادار، غير الرادار، ما لهوش دعوه بالرادار، اسمه رادار. فده ديل، مش ديل طائر ابدا. مفيش طائر في الدنيا شفناه في حياتنا ديله عمودي على الارض، لا، لازم يبقى ايه، موازي للارض. طيب اخذوه عملوا دراسات وعملوا نماذج ولقوا ان ده ممكن تبقى طياره شراعيه خشبيه مصريه قديمه. طياره شراعيه خشبيه مصريه قديمه، نموذج مصغر لما هو شيء اكبر منه لم يتم الاكتشاف بعد. ليه؟ طيب قال لك طيب انت عشان تطير اعمل لنا نموذج وطيرها. لو بصيتوا في الديل يتفضل حاجه واحده علشان النموذج ده يطير صح، اللي هو ايه؟ اللي هو حته خشبه جميله تتحط فوق الديل عشان تعمل التوازن. تمام. بتاع الطائره الشراعيه با دائما. عدت السنين والليالي، وفي اخر 30 ثانيه هقول لكم المفاجاه الكبيره. جه راجل مصري جميل بيحب الحضاره المصريه السنه اللي فاتت، وقال طيب ما احنا نبص على با دائما ونشوف الهيروغليفي ده معناه ايه. دائما قلنا امون الشمس الخفي. المصري القديم كان يقول على المعبود الايمن اللي هو امون. يعني انا ملاحظ يا دكتور بسام، انا ملاحظ بس هقول لك التسميه دي مهمه، والله يكرمك يا عم رمضان قبل ما نقفل. استنى يا رمضان. بص، با دي ايمن، دي يعني يعطي او يهب. ايمن الشمس الخفي. المعبود الخفي. با بي اي معناها ايه بالهيروغليفي؟ معناها طار. اذا الشمس المعبود الخفي يعطي الطيران. جنب النموذج ده اسم الراجل صاحب المقبره من 2200 سنه، كان عندك نموذج لشيء كان ممكن يطير بالخشب معتمدا على الرياح والرياح الساخنه والرياح البارده وفكره التحليق والملاحه البحريه، فكره مصريه قديمه. مين اللي قال بقى با دي امن؟ كلمه طار بار. مين اللي طلع الهيروغليفي ده السنه اللي فاتت والسنه دي؟ واحد مصري اسمه بسام الشمع. عارفه. تقريبا هو معانا دلوقتي. تقريبا هو معانا دلوقتي، باين حد يعرف الراجل ده. الحاجه اللي انا عايز اوصلها لك يا دكتور بسام هو انك انت بتوضح لي ان الاسم الحقيقي للاثر احنا بننطقه غلط.
لا ده انا مهمه أنا جدا. مش دي مش دي اللي عندي انا اللي شددني حاجه تانية. يعني انت حضرتك عايز تقول ان من ايام القدماء المصريين وهم في دماغهم موضوع ان احنا نعمل طياره وتطير وهنعمل لها توازن ازاي ونظبط لها خشبه. لازم يكون فكر كده في 15 ثانيه هقول لك. اذ كانت اسات هي ازيز خلاص اسات بالهيروغليف يا عم رمضان عشان التسميات الصحيحه عشان برضو في الحلقه بتاعتك مشاهدينكم يعرفوا النطق الهيروغليفي المظبوط في مصر القديمه. مش حاجه اسمها ازيز اي حاجه فيها زال ودين ما تبقاش هيروغليفيه لان الحرف ده لم يخترعه المصر القديم. فايست عباره عن ايه؟ انثى العقاب، انثى النسر ما هي طائر، حر حورس طائر، ابي منجل طائر، الانثى العقاب والعقاب طائر، الجوارح اللي المصر القديم رسمها طيور، الحمام واليمام طيور. فكان لازم المصر القديم يفكر ان هو كمان يطير زي الطيور ديت. تمام. فمش غريبة علي انا ان انا اقول المصري القديم حاول ان هو يطير، وبالتالي انا بلقي هذه النظرية وخصوصا بعد الاكتشاف الرائع السنة اللي فاتت لما قلت با بمعنى طار، يعني في كلمة طار بجانب هذا النموذج في المقبرة التي اكتشفت في 1898. لقد طار وحلق المصري. طب انت شفت ايه على الدائري؟ المرة الجاية لما تشوف طيارة بقى فوق الدائري هتفتكرني. انت شفت ايه بقى على الدائري المرة دي؟ اكتشفت بقى على الدائري المرة دي امبارح، اكتشفت ان صحراء مصر الجميلة الرائعة غنية. يعني ايه غنية؟ يعني غنية بكل المعادن والى اخره معروفة. طب وغنية بايه تاني؟ يجب ان احنا نعمل مسح بطيارة تطلع من المسؤولين المصريين تمسح اماكن صحراوية لربما هناك مدن مفقودة بالكامل لم تكتشف بعد. مدن مدن باكملها وعواصم. انا بتكلم على اللي انت شفته وبعته لي فيديو. اللي فكرني يا عم رمضان الاسم الغلط للتمثال. يا ابن الحلال والله اشكرك ربنا يكرمك ويكرم اهلك جميعا ويكرم جميع المصريين. انا قبل ما انا بكلمك والله من قلبي لو ما كنت قفلت الحلقه النهارده والمداخله بتاعتي بتاعت يوم الاثنين بتاعتكم دي من غير ما اقول اللي انت قلته لي وفكرتني بيه ده كنت هزعل قوي. يا مسؤولين الجمال احنا واحنا في طريقنا للمتحف المصري الكبير اللي العالم كله مستني يتفتح، العالم كله مستني المتحف الكبير بجانب ميدان الرمايه. تمام. قرر المسؤولين المصريين قرار حلو قوي. ايه؟ على البيوت، على البيوت يحطوا بوسترز كبيره جدا 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 ضخمه عملاقه فيها مناظر مصريه قديمه وملوك مصريين قدماء وخراطيش ملكيه واسماء ملكيه وهيروغليفي وكل الكلام ده. بيحضروك كثقافه بصريه قبل ما توصل للايه؟ المتحف، وبعد ما تسيب الاهرامات والمتحف. حلو قوي حلو قوي. لحد لما وانا معدي لقيت تمثال رعمسو، ده اسمه رمسيس بالمناسبه، رمسيس اسمه رعمسو بالهيروغليفي. والتمثال بتاعه بتاع المتحف المصري ومكتوب فوقيه رع حر اختي، التسميه خاطئه بامتياز. ارجو من المسؤولين، انا ما اعرفش مين اللي بيحط مين اللي مسؤول عن حط البوستر ازاي، لكن الى مسؤولينا فكرتكم رائعه كلها صح. كل البوسترز المحطوطه انا تشيكت كذا مره كلهم مظبوطين الا رع مسو اللي انتوا كاتبين عليه رع حر اختي. ارجو ان احنا نغير رع حر اختي الى رع مسو. طب يا دكتور بسام، طب يا دكتور بسام المفروض ان الحاجات ديت يعني اللي يشرف عليها مؤرخ تاريخي، واحد في علم الاثار، مش مدرس ابتدائي او اعدادي. يعني انا على الهواء بقول نمر التليفوني في الكنترول عند قناه الشمس عند الاستاذ رمضان وده معاك. انا نمر التليفوني يا مسؤولين في اي لحظه انا متطوع باي حاجه ليها علاقه بالشعب المصري وليها علاقه بوضع الهيروغليفيات او التاريخ والحضاره المصريه. وانا كنت هزعل لو ما كنتش اتكلمت في الحته دي. لا لا ده انا كنت حمداري يا خبرات، ده كنت هتصل بيك واخليك تمد الحلقه اكلم المدير. الف شكر الف شكر يا دكتور بسام. شكرا يا جماعه. شكرا يا استاذ بسام. يا دكتور بسام والله الف شكر.